أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذا الحديث المشهور بين الفريقين، وهو أن حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، وبغض علي سيئة لا يضر معه لا ينفع معه حسنة. قلنا بأنه لكي نفهم هذا الحديث الشريف المرتبط بحب علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، لا بد من الرجوع إلى الروايات الأخرى والآيات القرآنية لنرى بأنه يمكن قبول هذا الحديث على إطلاقه أو لا يمكن. وأنتم تعلمون بأنه واحدة من أهم الضوابط التي ذكرها النبي أكرم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هي أن الحديث إذا ورد عنهم فلا بد أن يعرض على كتاب الله. الآن نرجع إلى القرآن الكريم لنرى ماذا يقول القرآن في هذه المسألة. قلنا بأن الآيات القرآنية في هذا المجال على طوائف متعددة، أشرنا إلى بعض هذه الطوائف في اليوم السابق. ومن الآيات التي لا بد أن نقف عندها جيدا هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. هذه الآية المباركة تبين لنا بأن الإنسان يجب عليه أن يحب الله سبحانه وتعالى، كما أنه ينبغي للإنسان أن يحب رسوله، وينبغي ويجب عليه أن يحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذا ما أثبتناه في الأبحاث السابقة. ولكن هناك مرحلة ثانية، وهي أنه الإنسان إذا أحب الله فهل يكون محبوبا لله أو لا يكون؟ هنا نجد أن آية سورة آل عمران تريد أن تقول أن الإنسان ما لم يتبع الرسول فإنه لا يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. ليس الكلام فقط أن الإنسان يكون محبا لله سبحانه وتعالى، وإنما متى يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. يعني أن القرآن في جملة من آياته يثبت أن العبد، أن بعض عباده يحبهم ويحبونه، يعني يثبت أنهم يحبون الله ويثبت أن الله يحبهم. إذن المهم أن العبد لا أن يكون محبا لله سبحانه وتعالى، وإنما المهم أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى. هسه ما هي أهمية ذلك؟ أهمية ذلك ما ورد في كتب الفريقين من علماء المسلمين، أن العبد ما زال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه.
مو المهم أنه فقط أنت تحب الله، لا، أن تقع ماذا؟ أن تقع محبوبا لله سبحانه وتعالى. ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر به، وكنت لسانه الذي ينطق به، وكنت يده التي يبطش بها، وكنت رجله التي يمشي بها. هذا الإنسان بعد بكل وجوده وجوارحه ماذا يكون؟ ها، يكون إنسانا إلهيا. هذه هي الروايات التي تقول أن المؤمن ينظر بنور الله، الذي إذا كان الله بصر إنسان مثل ذلك البصر، بعد يخطئ أو لا يخطئ؟ يخطئ أو لا يخطئ البصر الإلهي؟ ها، السمع الإلهي يخطئ أو لا يخطئ؟ لا يخطئ. النظر الإلهي يخطئ أو لا يخطئ؟ اللسان الإلهي يسهو أو لا يسهو؟ يغفل أو لا يغفل؟ يعصي أو لا يعصي؟ هذا الإنسان إذا صار محبوبا لله سبحانه وتعالى يصل إلى أن يكون الله جوارحه، وأعلى من هذه المرتبة. التفت جيدا، هذه وردت في روايات، أيضا في روايات العامة وردت، وفي بعض طرق الخاصة. ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض، مو بالنوافل. هسه ما الفرق بين النوافل والفرائض؟ أيضا له بحث. ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته، التفت إلى الفرق، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به. شنو الفرق عن الأول؟ في الأول أنا أصير سمع العبد، في الثاني العبد يصير سمع الله. كان سمعي الذي أسمع به، وكان عيني التي أرى بها أو أنظر بها، وكان لساني الذي أنطق به، إلى آخره. من هنا تفهم لماذا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول أنا عين الله، أنا عين الله. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين مو الله صار بمنزلة جوارحه، بل هو صار بمنزلة جوارح الله. هذا الفرق الأول بين قرب النوافل وقرب الفرائض. هذه آثار المحبة الله، ها؟ يعني أنت إذا أحببت الله وصرت محبوبا لله، المحبوبية لله بها درجة الأولى قرب النوافل. الدرجة الثانية ما هي؟ ها، ما يعبر في كلمات علمائنا بقرب الفرائض. في قرب النوافل الله سمع العبد، وفي قرب الفرائض العبد عين الله وسمع الله. فإذا أراد الله أن يسمع فيسمع بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا العبد. وإذا أراد أن يرى فيرى بواسطة ماذا؟ بواسطة هذا العبد. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني وهو أهم، التفت إليه جيدا. العين الإلهية والسمع الإلهي متناهي أو لا متناهي؟ ها؟ لا متناهي. وهذا العبد ماذا يكون؟ ها؟ يكون سمع الله، فمتناهي أو لا متناهي هذا العبد بعد؟ أما بخلاف قرب النوافل، في قرب النوافل سمع العبد، والعبد متناهي أو لا متناهي؟ الله يكون سمعه، ولكن السمع متناهي أو لا متناهي؟ سمع العبد هذا وإن كان سمعا إلهيا فهو متناهي. هسه فروق كثيرة ذكره علماء المعرفة والسلوك العملي بين قرب النوافل وقرب ماذا؟ وقرب الفرائض. هذه هي آثار أن العبد يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى.
إذن ليس المهم أن الإنسان يحب الله، طبيعي، الله سبحانه وتعالى محبوب للإنسان لأن الإنسان فطر وجبل على شكر المنعم وحب المنعم. الإنسان عبد الإحسان، الله سبحانه وتعالى من ينعم عليه يعطيه يرزقه كل شيء، بطبيعة الحال يحصل هناك انجذاب وميل قلبي إلى الله. ليس هذا هو المهم، هاي الدرجة الأولى، الدنيا. المهم ماذا؟ ها، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الواسطة لأن ينتقل العبد من مقام الحب إلى مقام المحبوب أن يكون تابعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هسه تعال معي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يقول: تعلم من أحب أنا؟ لو لا تعلم. تعلم من أبغض أو لا تعلم؟ القرآن الكريم هنا يذكر من أحبهم ومن لا أحبهم، وإن كان يحبني. من أحبهم من هم؟ أولا أعطاك المتن. المتن ماذا؟ الذين اتبعوا رسول الله أحبهم. الآن نريد الشرح هذا المتن، هذا ها؟ هذا العنوان الكلي. الشرح ما هو؟ التفت للقرآن ماذا يقول. السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الخامس من الميزان صفحة 383 هناك يذكر مجموعة من الآيات. انظر ماذا يقول القرآن الكريم. يقول تعالى: فإن الله يحب المتقين. اتبعوني، هؤلاء الذين اتبعوا رسول الله من هم؟ يقول هؤلاء الذين اتبعوه. فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، إن الله يحب المتوكلين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهكذا آيات كثيرة في القرآن بعد أن بين من أحبهم بعنوان عام. الآن ذكر ماذا؟ ذكر تطبيقات مصاديق من يحبهم. واضح صار يولا؟ يحب المتطهرين لو ما يحب المتطهرين؟ ومن أولى بأهل البيت من الطهارة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أعلى مراتب التطهير هؤلاء، فإذا صاروا في أعلى مراتب التطهير عندهم قرب النوافل وقرب الفرائض، لو ما عندهم. فإذا أحببته كنت سمعه، فإذا أحببته كان سمعي. فأهل البيت عندنا أدلة على أنهم سمع الله، عين الله، جنب الله، أو ما عندنا آيات من القرآن تثبت هذه الحقيقة. في آيات أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كان بعض العباد يحبني ولكن أنا أحبهم أو لا أحبهم. انظر إلى هذه الآيات، قال تعالى: فإن الله لا يحب الكافرين. قد الكافر يحب ماذا؟ يحب الله. جبل على ماذا؟ على حب المنعم، شكر المنعم، ولكن الله يحبه أو لا يحبه. فإن الله لا يحب الكافرين، والله لا يحب الظالمين، إنه لا يحب المسرفين، والله لا يحب المفسدين، إن الله لا يحب المعتدين، إنه لا يحب المستكبرين، إن الله لا يحب الخائنين. وعشرات الآيات بهذا الاتجاه. طبعا الوقت بعد، أنا الآن ليس بحثي بحثا تفسيري كما تعلمون، بحث أخلاقي، نحاول نعطي البعد الأخلاقي فيه. وإلا كل واحدة من هذه، الله لماذا لا يحب المسرفين، لا يحب الظالمين، لا يحب المستكبرين، كلها مستدلة قرآنية، كلها مستدلة قرآنية. مثلا من باب المثال، إن الله لا يحب المسرفين، لماذا؟
لأن المسرفين كانوا إخوان الشياطين. طبيعي الله سبحانه وتعالى يحبه أو لا يحبه؟ قل لا يحبه، يحب المتطهرين. لماذا؟ لأنه كذا وكذا. يحب التوابين لأنه كذا وكذا. دائما القرآن ما يذكر هذه المسائل بعنوان فتاوى أبدا، وإنما يستدل قل هاتوا برهانكم، والقرآن يستدل على ذلك. بناء على هاتين القائمتين من الآيات، آيات من يحبهم الله وآيات من لا يحبهم، خب العاصي الله يحبه أو لا يحبه؟ ها؟ وين يدخل، في طائفة الذين يحبهم الله أو في طائفة من لا يحبهم؟ من الواضح بعد يدخل في قائمة المسرفين، في قائمة المستكبرين، في قائمة الظالمين، في قائمة المعتدين. العاصي كل هذه العناوين تنطبق عليه. العاصي معتدي أو غير معتدي؟ نعم. ظالم لنفسه أو غير ظالم؟ نعم. مستكبر على حدود الله أو غير مستكبر؟ نعم. مسرف أو غير مسرف؟ نعم. كل العناوين تنطبق عليه. بعد كيف أن حب علي حسنة لا يضر معه سيئة؟ ليس محبوبا لله سبحانه وتعالى. يضره أو لا يضره؟ من الواضح أنه يضره. إذن هذه الرواية وأمثال هذه الرواية بعد لا يمكن أن نجعلها، التفت جيدا، لا يمكن أن نجعلها دليلا على أن حب النبي وأهل البيت كاف للخلاص من النار ومن العذاب في البرزخ وفي أهوال القيامة ويوم القيامة، بنحو يكون بعنوان صك الغفران للعبد، أنه بمجرد أن تحب علي فافعل ما تشاء من السيئات والمعاصي. أساساً هذا معناه سد باب القرآن وسد باب التكليف وسد باب الطاعة، أصلاً لا معنى لكل هذا. فلهذا تجد أن الإمام قدس سره الشريف عندما يصل إلى هذا الحديث الذي قرأناه وهو أنه حب علي كذا، يقول قبله بسطر واحد هذه الجملة، يقول وعلى أي حال لا يدل هذا الحديث على أن أهل الإيمان لا يحاسبون على سيئاتهم. هذا الحديث لا يدل على ذلك. وإن حاول بتعبيره قدس سره الشريف يقول أن البعض من الخطباء قد شوهوا معنى هذه الأخبار للناس، ويؤكد أنهم من الخطباء. ها، يقول وأن كثيرا من الخطباء قد شوهوا معنى هذه الأخبار للناس، وإلا هذه الأحاديث ليس هذا معناها. ما هو معناها؟ يمكن أن تذكر في هذه الروايات مع الأخذ بعين الاعتبار الآيات والروايات المعارضة لها، يمكن أن تذكر وجوه ثلاثة لفهم هذه الروايات. التفت جيدا. الوجه الأول هذا الحديث حب علي حسنة لا يضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة، يريد أن يشير إلى هذه النقطة، وهو أن حب علي حسنة، ولكنه هذه الحسنة إذا قيست إلى الحسنة مع البغض، بعبارة أوضح خلي أعبر، شوفوا احنا عندنا سيئة مع حب علي وعندنا حسنة مع بغض علي، أيهما أحسن؟ خلي ذهنك يمي. سيئة مع حب علي وحسنة مع بغضه، أيهما أحسن؟ ها، عجيب، السيئة تصير أحسن من الحسنة. ها، التفت لي جيدا. ها، أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين قياسا أنه ليس مطلق السيئة أشد حالا من الحسنة،
ومطلق الحسنة خير ماذا من السيئة؟ ليس الأمر كذلك. أنت لو نظرت إلى حسنة وسيئة أيهما لابد أن تأتي به، الحسنة أو السيئة؟ ها؟ الحسنة. الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث هكذا يريد أن يقول، يقول إذا نظرت إلى الحسنة والسيئة بما هما حسنة وسيئة، وبطبيعة الحال الحسنة أولى ماذا من السيئة. أما إذا نظرت إلى السيئة مع حب علي والحسنة مع بغضه أيهما يقدم؟ لماذا؟ لأن السيئة أحسن من الحسنة؟ يقول لا، لأن مثل هذه السيئة لو طلبت من الله سبحانه وتعالى التوبة تقبل أو لا تقبل، ها، وتفوز أو لا تفوز. أما الحسنة في غيرها تقبل أو لا تقبل، ها، لا تقبل. فبطبيعة الحال السيئة هنا تكون أولى من الحسنة. ما أدري قدرت أوصل هذا المطلب إلى ذهن الإخوة ولا؟ إذن النظر ليس إلى الحسنة أو السيئة بما هي سيئة وحسنة، ومن الواضح أن الحسنة أولى من السيئة مقابل القياس، لأنه هذا خير لك شر. النظر إلى هذه الجهة، السيئة مع حب علي مع التوبة تغفر أو لا تغفر؟ ها؟ تغفر. أما الحسنة مع بغضه تنفع أو لا تنفع؟ لا تنفع شيء. ما أدري واضح القضية ولا؟ الآن هل يوجد شاهد على ذلك أو لا يوجد شاهد؟ نعم، روايات بهذا المضمون عندنا في محل آخر، منها هذه الرواية، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال كان أمير المؤمنين، كان يدل على الاستمرار، كان يعني مو مرة واحدة، دائما كان يقول هكذا، كان أمير المؤمنين كثيرا ما يقول في خطبته يا أيها الناس دينكم دينكم، دينكم منصوب على يعني إلزموا دينكم، دينكم دينكم، فإن السيئة فيه خير من الحسنة في غيره. عجيب، السيئة خير من الحسنة، السيئة خير من الحسنة، لو الحسنة خير من السيئة، ها، السيئة خير من الحسنة، لو الحسنة خير من السيئة. أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول السيئة في دينكم خير من الحسنة في غير دينكم. ليش يا أمير المؤمنين؟ قال لأن السيئة في دينكم تغفر والحسنة في غير دينكم لا تقبل. ما أدري واضح ولا بعض؟ إذن شوفوا، انظروا إلى هذه الجهة، وهو مهسا أكفت بحث علماءنا ذاكري، الآن أنا ما أريد أدخل فيه. سيد الإمام قدس سره الشريف هنا يشير إليه بنحو الإجمال، يقول بأنه إذا شرائط الإيمان غير صحيحة فعمل الحسن لا يزيد صاحبه إلا ظلمات على ظلمات، مو فقط لا ينفعه بل شنو؟ يزيده ظلمات على ظلمات. هسه تقول لي بي شاهد قرآني؟ بل في شاهد قرآن، انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين شنو؟ ها؟ هو القرآن يزيد أحدا خسارة؟ ها؟ القرآن يزيد أحدا خسارة؟ لا، شنو معنى الآية؟ قرآن مولانا، قرآن شفاء ورحمة، نور، هدى، بيان. يقول ولكن ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سيد شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى يقول مولانا هذا المفتاح اللي تأخذه بالباب
هذا المفتاح اللي تأخذه لتفتح به الباب إذا كان مغلق، إذا استفدت منه بشكل صحيح يصير مفتاح، نفسه إذا استفدت منه بشكل مغلوط يصير مغلاق، ما تقدر تفتح الباب. في النتيجة هذا مفتاح لو مغلاق، يقول لا، شوف الاستفادة منه شنو هي. هذا مثال يضربه. مثال آخر يقول إذا ما واحد خبير يدخل على هذه المفاتيح للأضوية للإضاءة وللنور، يقول إذا يعرفها زين فيضيء قاعة بكاملها، بلد بكاملها. أما نفس هذه المفاتيح إذا ما يعرفها زين قد يطفئ شهرا بكامله، مدينة بكامله. صحيح لو مو صحيح؟ إذن لا يتبادر إلى ذهنك كيف يمكن أن يكون العمل الحسن والعمل الصالح لا يزيد صاحبه إلا ظلمة إلا خسارة. صريح القرآن هذا المعنى، وأنزلنا من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس هذا القرآن يزيدهم خسرانا فوق خسرانهم. فلهذا السيئة في دينكم خير من الحسنة في غير دينكم. لماذا؟ لأن السيئة تغفر والحسنة ماذا؟ لا تقبل. مو فقط لا تقبل بل تزيد صاحبها ماذا؟ ظلما. هذه الروايات التي تقول حب علي حسنة لا يضر معه سيئة، مو أريد تريد أن تقول أنه أنت افعل ما تشاء، تريد أن تقول إذا كان الإيمان بعلي وبأهل بيته موجود فالسيئة تغفر بالتوبة، أما إذا لم يكن الإيمان موجود فالحسنة أيضا لا تقبل، فالسيئة هنا تكون أولى من الحسنة هنا. واضح هذا الوجه الأول؟ ها؟ لو يحتاج إلى توضيح أكثر. ها؟ الوجه الثاني. الوجه الثاني أن الآية أو عفواً أن الرواية ليست بصدد نفي كل أنواع الضرر. هناك أضرار متعددة. واحداً من أهم الأضرار التي لا يوجد فوقه ضرر هو الخلود في النار. بعد أكو بينكم وبين الله ضرر فوق هذا الضرر، خلود أبدي في النار. أكو فوق هذا ضرر بعد؟ ها؟ أي ضرر لو نسبته إلى هذا الضرر بعد ضرر أو ليس بضرر؟ ها؟ كل ضرر غير ضرر الخلود في النار أبدا واقعا لو نسبته إليه ضرر أو ليس بضرر بعد. ليس بضرر أصلا، لا قيمة له أمام الخلود الأبدي. صحيح لو مو صحيح؟ وحب علي ماذا يفعل؟ ها؟ هل أنه أتباع علي ومحبي علي والمؤمنين بعلي وبأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام يخلدون في النار أو لا يخلدون في النار؟ ها؟ هذه الرواية تريد أن تقول بأنه لا يوجد خلود ماذا؟ في النار أبدا لمحبي علي عليهم أفضل الصلاة والسلام أبدا. وروايات الشفاعة مولانا حدث عنها متواترة بأنه أتباع أهل البيت قد يعذبون في الدنيا، قد يصابون بالمصائب، قد يعذبون في البرزخ، قد يعذبون في أهوال القيامة 50 موقف كل موقف 1000 سنة، ولكنهم لا يخلدون في النار. هذا هو الضرر الأول المنفي، وهذا الذي ذكر الوجه ذكره المحقق المجلسي العلامة المجلسي رحمة الله تعالى عليه في مرآة العقول الجزء 11 في آخر الجزء صفحة 395. هذا الضرر الأول المنفي. الضرر الثاني المنفي هو الدخول في النار. كثير من الروايات تثبت لنا بأن الإنسان قد يعذب في البرزخ ولكنه لا يدخل النار الآخرة، طبعا بشرط، ها، بشرط أنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا. مو أنه تصورون بأنه تعمد ترك الواجبات والإتيان بالمحرمات وأصر عليها وعاندها
وبقي معاندا إلى أن جاءه الموت. خلي ذهنك يمي. والبعض يتصور بأنه محبة علي، هاي خلي الجملة خلي أوضح لك إياها شوي. بعض يتصور بأنه محبة علي وإن أصر الإنسان على المعاصي وترك الواجبات أيضا يخلصه من الدخول في النار ومن الخلود فيها. لا أبدا موش عجيب. شلون؟ قل بلي، إنما الكلام كل الكلام. الإنسان إذا أحب عليا وآمن به من غير عمل فهل يموت على حب علي أو لا يموت على حب علي؟ أنت إذا قدرت تجيب محبة أهل البيت إلى البرزخ وإلى الآخرة بلي يشفعون لك، ولكنه مو معلوم أنه أنت إذا لم تعمل بما أمر الله به ولم تنتهي عما نهى الله عنه أن حب علي يبقى معك في البرزخ في الآخرة. شواهد تريد من القرآن؟ التفت إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى في سورة الروم: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. عاقبتهم الذين يسيئون ويقومون بالمحرمات سيئة، أساءوا السوء سيئات، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. والمستهزئ بآيات الله يدخل النار أو لا يدخل النار؟ يخلد في النار أو لا يخلد في النار؟ بل كافر. أوضح من ذلك رواية وصحيحة السند ويذكرها كل علمائنا في باب الحج عن النبي: من مات ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. بل واقعا أنت إذا استطعت أن تحفظ لنا حب علي في البرزخ وفي الآخرة بل تشملك شفاعة علي. ولكن الكلام حب علي يبقى مع الإنسان من غير عمل أو لا يبقى، وبتعبير القرآن الكريم: فمستقر ومستودع إذا عملت فيثبت الحب، يصير مستقر يستقر في وجودك. أما إذا لم تعمل فالحب شي يصير وديعة يؤخذ منك. أنا مرارا ذاكر في الأبحاث الأخلاقية قايل بأن العبد عندما يموت يلقن، شي يلقنه؟ يقول: لا أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله. يذكر العلماء والروايات أيضا أنه لماذا يلقن هذه الأمور؟ قال: لأن ضغطة القبر تنسيه حتى اسمه لقرون لا يتذكر من هو، لقرون. في بعض الروايات 300,000 سنة ينسى التوحيد، يريد أن يتذكر من يسألونه من ربك لا يعرف ماذا يجيب. ليش؟ لأن ذلك الاعتقاد لم يثبت في وجوده. ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت تؤتي أكلها كل حين. أما إذا لم يكن أصلها ثابت تعطي أكلها أو لا تعطي أكلها؟ فإذا لم يعمل الإنسان فهذه الشجرة ثابتة أو غير ثابتة، لها أصل أو ليس لها أصل. أنت شايف بعض الأشجار لها أصل جذر ثابت، حتى أنت لو قطعتها كاملا بعد سنة تجي تشوفها شنو، ها هم مفرعة هم معطية. ولكن بعض الأشجار بها جذر لو ما بها جذر، ما بها جذر، شوف هي مفرعة ولكن جذورها ما تتجاوز السنتيمترات، بمجرد تهزها هي تقتلع من كامل. اجتثت ما فلها من قرار، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، استقرار ما إلها، جذور ما إلها. العقيدة متى تثبت في وجود الإنسان؟ ها؟ متى يكون لها جذر أصل ثابت؟ إذا شفع بالعمل. فلهذا تقول الآية المباركة: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
وإلا الكلم الطيب في نفسه لا يرتفع، من يرفعه؟ ها، يرفعه العمل الصالح. إذن بعض لا يتأمل بأنه أنا بمجرد أن أحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام فالقضية ماذا؟ القضية انتهت، في النتيجة أنا أكون مشمول لشفاعة أهل البيت. الجواب نعم، بشرط أن تأتي بهذا الحب يوم القيامة. فلهذا يقول جملة من محققي المفسرين، لم يقل القرآن من عمل الحسنة، قال من جاء بالحسنة، بشرط أن تأتي بالحسنة إلى وين؟ إلى يوم القيامة، وإلا إذا بالطريق أنت أخذوها منك وحسنة ما عندك أنت. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فلهذا تجد أن السيد الإمام قدس سره الشريف يشير إلى هذه النقطة الأساسية، يقول فيا أيها العزيز لا يغرنك الشيطان ولا تخدعنك الأهواء النفسية إلى أن يقول الذي يتأمل في الأخبار التي تعارضها وتقابلها يصل إلى هذه النتيجة، أن هذا مسكين يظن أن مجرد ادعاء التشيع وحب التشيع وحب أهل بيت الطهارة والعصمة يسوغ له اقتراف كل محرم من المحظورات الشرعية ويرفع عنه قلم التكليف، إن هذا السيء الحظ لم ينتبه بأن الشيطان قد ألبس الأمر عليه، ويخشى عليه في نهاية عمره أن تسلب منه هذه المحبة فيموت وهو على حب أهل البيت، أو لا يموت وهو على حب أهل البيت. الآن لا يوجد وقت، في روايات كثيرة في حالة الاحتضار، ومو فقط يحضر أهل البيت عند الإنسان، أهل البيت يحضرون، الملائكة بأصنافهم يحضرون، الشياطين بكل قواهم يحضرون. تتصور فقط بأنه أهل البيت يحضرون، يا ليت فقط أهل البيت يحضرون، أهل البيت، الملائكة بكل أصنافهم من ملك الموت وأعوانه ومنكر ونكير إلى آخره، والشياطين بكل قواهم. هس أهل البيت يريدون أن يسحبوا يجروا هذا المحب إليهم، والشياطين يريدون أن يجروه ماذا؟ إليهم. فالذي كان مستجيبا للشيطان في تمام عمره هناك يستطيع أن يقول للشيطان لا، دعوتكم فاستجبتم لي، أنا قلت لكم بابا تعالوا ومن بعيد أشرت إليكم إشارة هيك خفيفة، ماذا فعلتم؟ جئتم إلي. هذا الذي في كل عمره كان يستجيب للشيطان عند سكرات الموت وعند ضغطة القبر، الشيطان إذا دعاه لا يستجيب له. فلهذا يقول ويخشى عليه في نهاية عمره أن تسلب منه هذه المحبة، ويحشر يوم القيامة صفر اليدين وفي صفوف نواصب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ليش؟ لأن عمله كان عمل نواصب لأهل البيت. إن ادعاء المحبة من دون دليل وبينة لا يكون مقبولا، إنه لا يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحب والإخلاص وأقوم بكل ما هو مناقض لرغباتك وأهدافك. إن شجرة المحبة تنتج وتثمر في الإنسان المحب العمل حسب درجة المحبة ومستواها. فلهذا تجدون بأن الأنبياء يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يعصونه. لماذا؟ عبدوه خوفا، عبدوه طمعا، عبدوه ماذا؟ حبا. هذا الحب الواقعي، أن الحب الواقعي بعد يعطي مجال لأن يخالف أوامر المحبوب أو لا يعطي. فالوجه الثاني الذي يذكره هؤلاء، يقولون بأن الإنسان المؤمن المحب لأهل البيت إذا خلط عملا صالحا
وآخر سيئا. مو جعل الحب طريقا ووسيلة للعناد والإصرار على المعصية. مثل هذا الإنسان خلط عملا صالحا وآخر سيئا. الحب مع الحب لا يضره شيء. ما معنى لا يضره شيء؟ يعني لا يدخل النار، أو إذا دخل لا يخلد في النار، وهذا ليس معناه أنه لا يعذب في البرزخ. وعليه كما قلنا، يقول السيد الإمام، لا يتنافى هذا الاحتمال أو الوجه الثاني مع ألوان العذاب في عالم البرزخ. وقد ورد في ذلك عن الصادق عليه السلام: والله ما أخاف عليكم إلا البرزخ، فأما إذا صار الأمر إلينا فنحن أولى بكم، يعني في الحشر الأكبر. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث إن شاء الله يأتي، والحمد لله رب العالمين.